نسمي نصلي على نبي الإنسانية، ده شريب حديثه اللي وصلي حماني من دنيا دنية. وغيب يا شمس عصاري وهل شمس الأنصاري، شايل في يده رايه الحج مرفرف في أعلى الصاري. ومدد مدد يا أنصاري، مدد مدد يا أنصاري. وشمس ده كان أبو حجاج، عاجل يجي محجاج وبالحج، واخته وابو غرجه في امواج، سيل دم خربط عجل وطج. كم حج هو واخواته وامه وشلطه رمواته، وسعى يا شمس الخير ناسك لاجل اساسك يتماسك. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد انصاري. رمى حمله على الحي الجيوم والحج على ما يعلى عليه، كان واعي كنه عياجي اليوم والحج يسعى المنسى عليه. بجد شمس مكان صالح وعيسعى دايما في الصالح، عمره ما سامح ولا صالح على دم ابوه اخته الجاري. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد يا انصاري. لا، لو انت فاكر ان الناس الكبيرة هيوافقوا على شغل الصغار ده، ما عايزينش قلب الدماغ يا عمدة. زمان كنت بتعرف تأمن بضاعتك زين، والناس لما بتكبر ما بتخيبش. معلوم، بس هد خلقك جنابك ما بقاش ضايق كده. انا عندي القدرة ان احط كل واحد مطرحه واطلع حباب عينيهم، بس انا معرفش مين اللي عملها. تدور على اللي عملها وتجيبه وتعلقه، ما عايزينش حد يستوطي حيطك يا ناجح يا ابو العمده، خصوصا ان احنا داخلين على شغل كبير قوي يخص الناس الكبيره. طمن يا بطل كبير، جنابك مش هتبقى احرص مني على مصالح الناس الكبيره. اللي عملها هجيبه وهعلمه وهذبح كيف الفروج، وقبل ما هذبح وتويه حسنه. كده وصول الحديث عاد، مش تقول لي نوصي الناس الكبيرة يعملوا تحريات؟ كأنك اتجنيت. أنا قلت بدل الحكامة تاخد لها أسبوع ولا اتنين نخلصوا منها قوام. تعرفني جنابك، ما همّلش حد واصل، تطمن عن قريب هتسمع خبر زين يطمن قلبك. تقفل كل مخارب المدرسة. بص يا طيب، افتح الباب على اشارتي. ها كيفك يا شوقية؟ إن شاء الله تسلم يا حماد. ما عايزش حاجة؟ إن شاء
الله يخليك يا أصيل. أنت معيسة حاجة؟ عاوزك بخير يا شوقية، عاوزك ترجع كيف ما كنت عايشة، ولا الدنيا حواليك بالضحك والرقص والغنى. نفسي نرجع الأيام الحلوة اللي بعديها تاني يا شوقية. الضحك والفرفشة ماتوا بمود عبد القادر، قطع بيا قوي يا حمادة. كان لازم تعرف انت تتجوز الكبير يوم جابك هنا وعملنا لكم ليلة كبيرة، انه شايل موته جواه زيه وزي شمس، زي كل واحد في الأبعدية هنا. وكيف ما قالت شمس مرة، أنا بمشي والموت في سكتي. ربنا يحفظه الشباب، طول ما شايفاه كاني شايفة عبد قادر قصادي. هو كمان شايفك من ريحة عبد قادر كيف ما شايفاه، نمصين عليك جوك. إن شاء الله يخليك يا أصيل، أنت راجل أصيل وصاحب صاحبك وما محتاجش توصيل. شمس مش صاحبي، ده أخويا اللي تربيت معاه وكلنا مع بعض عيش وملح، وقفنا قصاد الموت ياما. ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لينا. نفسي نطلعوا من همه اللي عايش فيه، نعمله ليلة زي زمان، وترجع تغني وترقصي تاني يا شوقية. أنا ما ينفعش أرقص تاني دلوك بعد موت الكبير، ما ينفعش أرقص تاني يا حمادة. شكلك مبسوط، وشي حلو عليك ولا إيه؟ آه، وشك حلو، ده احلى وش الواحد يقوم من نوم من فرشته ويصطبح بيه. انت ما شفتيش الحرمات حنانة في البلد؟ ده الرجاله بتصرخ بتقول واي جاي من الحريم. الراجل ولده مسكين داخل على ماره ما يعرفش ايه القدر اللي جواه، يلتقى مرته في وشه كيف الكمين، قاعد معاها غصبانيه، عامل زي ما يكون قاعد مع قنبله موجوده لو لمسها اتفجر في وشه. إنما تعرف هي أنت الكمين الوحيد اللي الواحد يروح ويرمي نفسه فيه ويتقبض عليه. يا مربى يا كمين، أنت يا كمين. عشان قلت لك أنت عينك حلوة دايما بتشوفني حلوة. آه عيني حلوت لما شفتك، أنت الحلاوة، ومش حلاوة طحنية، لا لا مش حلاوة طحنية، دي حلاوة المولد، دي عروسة المولد وميت المولد. قولي لي يا سلمى، عجبك السوق حدانا؟ مذهولة يا صالح بعلاقة الأطفال بالجمال، كأن ما بينهم قصة حب حقيقية بجد. ده مش حب، ده عاشق. عارفة العاشق؟ العاشق يا سلمى، ولو عشقتيه لو عشقتيه هيديك كل اللي عايزة تعرفيه، كأنه بيديك أسراره. تعلمت كتير من جمال يا صالح؟ تعلمت كتير، اتعلمت منه الصبر والقوة، اتعلمت منه نشيل حمال تقيلة قوي فوق ظهري ومنحنيش ولا انقطم، اتعلمت منه الحب والوفا. أهم حاجة تعلمتها معاه إن الحاجة لما بتاجي في أوانها تبقى طيبة قوي. بس دي مسألة بديهية لأنها قانون. أنا ما قدرش أسميها كيفك، ما سمهاش قانون، دي حب. والنفر مننا لما يحب يا سلمى بيخلص للحاجة اللي بيحبها، بينولها وبينولها طيبة كمان. لما ينولها بيجي من وراها خير كتير قوي. الخير الكتير ده لما بيجي اوانه وبيبقى طايب ما حدش بيقدر يحوشه، ولا لا؟ لا ده انا قاعده بقى مع فيلسوف مش وكيل جمال في سوق دراج. ايه
ايه هتفضل طول النهار تجهزي في الوكل يا هاتلي نبوتاجاز غير الخرده دي تبحبح علينا تتبحبح عليك بقولوا على جد لحافك مدريش ليك يا رضيه وانت يا خايب الرجع ما قادرش توفر لحاف يغطينا اخرك عربيه نص نجل والسنكح على الخلق يا ولية يا رضيه اللي ما بتحمديش ربنا اهو كله وكل عيش وكل عيش وكل العيش مع العمده كان احسان لك بدل ما هو عمال يزيحك بعيد عنه واحده واحده لغايه ما هيطردك لا نجح بيه ما يقدرش يستغنى عني كيف ما انت عارفه لهو مين اللي مسك على مين زله وانت مال اهلك اكتم جبريل امك خليكي في طبيخك اللي معيش يخلص ده ما تضرب يا سبع البرومبا لما الوكل يخلص بيزعج علي زعج عليك عزرائيل يا اختك وافقني يا اخوي وقوم معاي اتشجر على ارضك وتشم نفسك بدل القعدة اللي جايباك ورا وملهاش عازة دي هملني في حالي يا عطية ما عاولش اشوف حد ولا حد يشوفني طب قول لي يا اخويا اللي انت عايزه وانا هعمله عاوز عواد عاوز ولدي قفلتك على نفسك وقعدتك كده ما هترجعش عواد ليك ابو الفضل عندك حق عندك حق يا عطية الناس كلت وشي بيقولوا ابو الفضل همل ولده انا هملت ولدي انا عطيت قطع لساني اللي يقولك ده على فين يا ابو الفضل على عواد وما رجعش تاني لبيتي الا وهو في يدي افرض انه مرضيش وعاند معاك يبقى مش هعاول عطيه حتى لو قضيت بقيت عمري بحفي وراه رد الفعل على المقالة وتعليقاتهم على شمس عاملة زي الانتخابات مزورة اياك ولا لا مزورة لا مش قصدي ولا دي بقت عاملة زي احتفالية برمز البطل بيطالب بحقوقه وبيدافع عن الغلابة يعني بقى بطل شعبي طب انا اقوم امشي ليه امال ليه احنا لسه ما اتكلمناش في ايه وانت اتكلمت حاجة انت في حاجة اتكلمتيها انت وانت قاعدة دلوقتي في حاجة اتكلمتيها غير شمس الانصار بتاعك دي شمس الانصار ايه فيش رجالة جنبيك ولا معلش يا صالح بجد انا اسفة سوري ما تزعجش مني سوري وطلع سوري في الاخر يا مرارك يا مرارك يا صالح ابو قداوي ايه احلقي لي كده ليه فكراني بضحك انا بغار ايوه انا بغار عليك اي فيش سيرة غير شمس المنصاري انت بتغير؟ ايوه بغار مين يبقى قاعد قدامه لحظة قشتك دي وما يغيرش مين اللي يبقى قاعد جر الجمر جر الجمر كده ده انت يمين بالله ده نعمل لك كمين في البيت عندي لو معاي انت بتتكلم بجد ولا بتهزر انا بجد ما بقتش عارفه انت امتى بتتكلم بجد وامتى بتهزر عارفه الحاجه الوحيده اللي ما بهزرش فيها ايه جمالك قشطه قلب عليك يا خي ما نحرق ولد باي مش قوي كده بس انت عنيك اللي شايفاني دايما حلو طب يلا بقى يا حلوه حدتيني شويه عن شمس بتاعك ده احدتك عن ايه قوليها تاني
وليت انا حدتك عن ايه؟ حدتيني عن شمس دي اللي قلب دماغي بيه؟ حدتيني شمس ده يتألف عنه ألف كتاب وكتاب. اه كيف ألف ليلة وليلة بتاع الشاطر حسن ولا لا؟ تصدق انا بقى نفسي اشوفه من كتر الاساطير اللي بتتحكي عنه. خلي بالك خلي بالك يا بنت الناس، لحسن لو ده عرف ان انت عايزه تجيبيه مش بعيد، مش بعيد يخطبك في الجبل، ولو خطبك في الجبل مش هشوفك تاني بعد ما يخطبك في الجبل وتحرم من القمر القشطة المهلبية ولا لا؟ مربى هنقابله لحد امتى؟ انت عارف ان انا جاي هنا عشان احقق معاك الاتهامات الكتير اللي جاتنا فيها، اللي بتتهمك بالتقصير في عملك وانك بتسيء لسمعه الوزاره بعد ما اسأت لسمعتك كضابط مباحث، سمعتك اللي بقت في الحضيض يا حضره الضابط بسبب اخطائك المتكرره. انا لا مؤاخذه يا فندم، دي كلها عيوب امنيه، تقصير من القوه والضباط الموجودين هنا. خليني ابدا معاك من الاول واسمع ردك في الاتهامات الموجهه ليك وسبب فشلك في كل قضيه توليتها من ساعه نقلك هنا. اولا هروب المتهم اللي كنت متحفظ عليه القوصي بهناسي، تقصير من العساكر وعناصر الامن الموجوده هنا واللي واخده تعليمات بعمل كوردون امني حوالين الاسم، واللي المفروض حسب الخطه الموضوعه ان ما كانش في مخلوق هيقدر يقرب له. ورغم كده هرب بعد ما فجروا الحجز وطلعوه منه بدون اي مقاومه. ثانيا جثه عبد القادر البراوي اللي اتسرقت من المشرحة. انا مش مطلوب مني تامين المستشفى يا فندم، بس مسؤول عن جثه متحفظ عليها وتحت مسؤوليتك كحضره الضابط. والحرائق اللي ملت البلد وصلت لغايه المركز واتحرقت عربيات للشرطه. قضية شمس الأنصار لسه مفتوحة يا فندم والتحريات فيها مستمرة، وأي تقصير أمني في أي مكان في البلد هنا يسأل عنه مأمور. واقتحام شمس الأنصاري وعصابته للقسم وسرقتهم السلاح اللي فيه بعد ما أنت اديت أوامر للقوة اللي بتحميه إنها تطلع وتسيبه من غير تأمين، وآخرها هروب المتهم عزيزة بن شاوي من عربية الترحيلات اللي أنت كتبت في التقرير بتاعك إنها هتوصلنا لشمس الأنصاري. شمس الأنصاري اللي مكبد الداخلية خسائر لا تحصى، ده كله طبعا لفشلك وتهاونك في تحجيم الناشطة سلمى الشهاوي اللي بتنشر في الجرائد والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت بطولات شمس الأنصاري ضد الداخلية، وخلت الوزارة في موقف لا تحسد عليه، وضعت الوزير في موقف محرج قصاد طلبات الإحاطة المتقدمة في مجلس الشعب. اتفضل استناني بره لما اخلص كتابة التوصيات اللي هرفعها للوزارة. اتفضل. اللي تشوفه سعادة الباشا. بس الظروف معادية
لك عايشة هنيه هدي لك زمن ولا افتح الناس قوامة يا عزيزة. ناس هنيه طيبين قوي، ناس فرحانة بيك يا عزيزة عشانك دي عاملين فيها طيبين. خلي الطبق مستور، هتفضحهم قدام الضيفة. هم موضعين خلق عشان بس ما اتقشرت وبالت لبتها. اللي عنده حاجة يقولها من غير خشب. الست عزيزة توت فرحتنا باللي بنعملوه في الحكومة عادي. بخطف الستة عزيزة منهم كوم واللي بنعملوه فيهم كوم تاني. زمانهم بيلفوا حوالين نفسيهم كيف الطور في الساقية. أهو ده مقامهم، طور في ساقية. ومقام أي نفر يحط راسه براس الكبير. ده طار عبد قادر وبيخلصوا شمس. احكوا وافرحوا. حكوينا لعيالنا تبقى عن شمس واللي بنعملوه معاه في الحكومة. كيف قصت شوقي؟ نحمد. لا لا، لو عصت حاجة أو احتاجت حاجة أنا خدامك قصت الناس. تسلم وتعيش يا حمام. بتعسى أمري يا شمس، بتكذب على أمك؟ أنا يا أمه؟ أنا أكذب عليك إيه؟ مش قلت لي مالكش صالح بعزيزة بنت زكية؟ وأنا ما كذبتش عليك يا أمي، بس عبد القادر الضراوي علمني إن ما هملش اللي يضحي بنفسه عشاني، وعزيزة عملت كده كيف أهملها؟ ده تبقى عيبة كبيرة قوي. أنت هتعلمني العيبة واللي معي باشا واتحجتش؟ نسيت نفسك يا شمس؟ لا، ما قدرش أعمل كده؟ لا، ورحمة أبوي ما تزعلي مني، لا. ده رضاك عني هو اللي مشيني في الدنيا يا امه، بس ضميري ما مخلينيش اهمل واحده لفت حوالين رقبتها حبل المشنقه عشان تحمي سري. انا مش وعايتك وقلت لك ما توسكش في مره للدرجه دي واثق فيها يا شمس. ايوه يا ام شمس، واثق فيها. قعدت قدام البيت لغايه ما بقى كوم رماد عشان تطمن ان ما فيش حد جواه سمع ولا شاف حاجه. قولي لي بالله عليكي أهملها كيف دي؟ قولي. خاف على نفسك يا ولدي، العيار اللي ما يسيبش يكش. عايش في حيرة كبيرة قوي يا أبونا، عايش في حيرة. عملت كل حاجة، كل حاجة عملتها عشان مخباه يبان، لحد دلوقتي ما يسيبان، ما يسيبان الكلب الخسيس، خسيس ولابد جوج حرم.
معيس يطول براسه خايف، خايف اقطع له رقبته. بس بضمنك، بضمنك يا ابوي، ولدك راجل، ولو قعدت عمري كله وصرفت مالي كله مش حنخ ولا بلاطي لحد ما اوصل للقاتل. هعذبه، هعذبه قبل ما نهش لحمه حي. نشيل المين نخليه على جنب، بيبقى للسهلات، بيبقى 87 وقطع اليوم 15. اهدى، 87 و15 كام؟ 87 و... يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو. انسى، انسى ان حد يغيطك هنا. ثلاثة بالله العلي العظيم ما عملت حاجة. عارف، عارف، عارف انك ملك الصالح بحاجة، وعارف انك لا بتهش ولا بتلش، وعارف كمان انك الرجل الخدلانة بتاعت العيلة الوسخة دي. عندك العيب يا ولد عمي. بس اللي عايزك تعرفه ان وراكم كلكم يا عيلة متدسر، وراكم واحد واحد لحد ما عارف اللي قتل ابوي واختي. هتلاقوني مزروع جوا قلوبكم، هتلاقوني معلم على كل واحد فيكم. معيش اعمل فيك زي ما عملت في عواد، لا بس فكر اخوك اللي ما اتحركش لسه ان الموت قريب منكم، والموت سهل يتشال عنكم يوم تحطوا يد على اللي قتل ابوي واختي. واللي هاخد روحكم، هاخد روحكم واحد ورا التاني، اللي حصل لنادي هيحصل، والدور عليك. بعد كل اللي كتبته ده عن شمس، بقيت مطالبة قدام القراء ان اعمل لقاء معاه. مطلوب انه يتكلم. انا هتجنن واسجل لقاء معاه واصوره فيه. يتكلم؟ يتكلم كيف يعني؟ المفروض انه مطلوب للعدالة مش مطلوب للتصوير، ولا لا؟ لا مش صح. امال ايه اللي صح؟ شمس ده بقى عامل زي نجوم السينما، كل اخباره بقت موجودة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب وصحف المعارضة والبرامج الاجتماعية والتوك شوز. ايه التوك توك وشوز دي؟ ها؟ ايه التوك توك وشوز دي؟ جلاتي. عارفه يا مهلبيه انت؟ نص كلامك ما فهموش والنص التاني ما فهمتش. يا صالح ما تاخدش كلامي هزار، انا بقول لك بجد عايز اسجل مع شمس. سجل مع مين؟ شهر عجاري هو ياك، ولا اسمه شمس عجاري؟ هتسجل عطيان ولا لا؟ كفايه هزار بقى يا صالح، ما تشوف لي طريقه قبل بيها الجدع ده. ما عايزه تقابليه وتصوريه؟ تصوري شمس كانه شمس الباروني. تفكري ايه؟ وفي حد يعرف شكل شمس الانصاري دي؟ ده مارد البحر ذات نفسيه، ما يعرفش شكله ايه. ام من الغوله ما تعرفش شكله ايه. مصاص الدماغ كراكوري ما يعرفش شكله ايه. تقولي صوره؟ لا وده يا ما ده كلام ده يا ما جم. ديننا الحنيف يا إخوة الإيمان بيوصينا وبيطلب مننا وبيفرض علينا نقف مع من يحكم بالحق والعدل، اللي ما عادش بيطبقوا غير الحاكم القوي
اللي بيخاف على الرعية وتلاقيه باعت للمؤمنين الفجرة الخير كله، زيت وسكر ودقيق وكفة شيء، ويتوزع بينهم بالحج والشرع في بيت الله. احنا كمان لازم نخاف عليه ونخافه من المعصية، المعصية اللي توصلنا نار جهنم وتبعد عننا الجنة، هي اننا نوصله للحكم اللي هو مجلس الشعب، حاكم فاسد ضعيف ما نعرفوش وقدام عينينا الحاكم العادل الجاوي اللي بيرعى مصالحنا. وعشان نختار وندي صوتنا للرجل الأحج اللي يستاهلوا، اللي بيوزع علينا التموين عشان خايف علينا من مادة اليد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. خليكوا قاعدين موت راحكم، وهنوزع عليكم الخير كله اللي بعتوا عمدتنا لأهل البلد كلهم. ارحم ولدي يا رب، ارحم ولدي. ولا بالموت قادر، قادر يا كريم، ارحم ولدي حبوي، ولو بالموت قادر، قادر يا كريم، قادر. الله حي، 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 الله حي. ويشب شمسي يصير
صالح ويعيش وكانوا ليه كاسمين واسمنا عايشوا في الصالح ومدبرينها سوا ورسمين وده في دك هام الداري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهل شمس الأنصاري شمس ناسك عيحبوك على جد ما ترد حقوقهم ويوم ما تقتل كاتل أبوك واختك دماهم فعرجهم عتقول دخل طار وطاري وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهل شمس الأنصاري